الدرس الثاني الذي نتعلمه هو الوضوح في الهدف. الآن أنتم مثلا كرجال دين هدفكم أن تصبحوا مبلغين، هذا حددت الهدف، لكن وضوح مبلغ في الشرق أم مبلغ في الغرب هو يختلف، مقتضيات هذا تختلف عن مقتضيات ذلك. إذا الإنسان يريد يبلغ في الهند يختلف عما يريد يبلغ في أمريكا، يختلف عما إذا أراد أن يبلغ في الصين أو يبلغ في لبنان أو أي بلد آخر. الوضوح في تحديد الهدف، أنا أريد أن أبلغ، لكن أبلغ وين؟ في هذه المنطقة أم في تلك المنطقة؟ أكون داعية ديني أم داعية مذهبي؟ هذا يختلف، مقتضياته تختلف، الكتب اللي واحد لازم يطالعها أيضا تختلف. يكون هدف الأقصى مواجهة المد الإلحادي أو الكفري والشركي أو التكفيري، يختلف الأمر في ذلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الآية الشريفة نتعلم منها أولا درس تحديد الهدف، الدرس الثاني الوضوح في الهدف، الدرس الثالث الذي نستفيده من الآية الشريفة هو ضرورة أن يكون الهدف هو أسمى هدف ممكن. الله نخلي قدامنا أعلى هدف وآخر هدف. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يمكن رجل الدين يجي يدرس حتى يكون على سبيل المثال مبلغ في قرية، هذا هو المطلوب من رجل الدين، أم يكون مبلغا في مدينة، أما أن يكون مبلغا في عاصمة، أما أن يكون داعية على مستوى الكرة الأرضية. سمو الهدف، الله سبحانه وتعالى في الآية الشريفة أسمى هدف طارح اللي ماكو فوق شيء. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أعلى شيء، أكبر شرف وأسمى شرف وأسمى منزلة هي عبادة الله سبحانه وتعالى. شوفوا أمثل لكم مثال، إذا أنت جبت خادم بالبيت لكي يكنس، بعدين شفت بأنه إذن هذا هدفه شنو؟ أن يخدمك. لكن وين هذا الهدف عن هدف آخر؟ الإنسان تارة يهدف خدمة صديقه، تارة يهدف خدمة والده، رتبتان من الهدف، أو والدته. تارة الإنسان يهدف هداية عشرة، تارة يهدف ويستهدف هداية مليون. هنالك هدف دون هدف، وهدف فوق هدف، كما وكيفا وجهة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا أسمى مرتبة في الأهداف. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: إلهي كفى بي فخرا أن تكون لي ربا، وكفى بي عزا أن أكون لك عبدا، أنت كما أريد فاجعلني كما تريد. هذا هو الهدف الأسمى، أن يكون الإنسان عبدا لله سبحانه وتعالى. أمثل لكم مثال لطيف، تاجر من التجار من إحدى البلاد، نجيب اسم البلدة حتى لا يكون إهانة لتلك البلدة، الاستعمار كان يحكم في تلك البلدة وكان يضايق المستقلين والذين لا ينضوون تحت لواء الظلم والاستعمار. فهذا التاجر أيضا أخذوه سجنوه، ثم صادروا ما تيسر لهم من أمواله. عندما خرج من السجن كانت عنده تجارات في دول ثانية أيضا، فهو هاجر، أهله يعني شوقوه فهاجر، جاء إلى العراق. هذه قصة حقيقية، وهي في الوقت نفسه قصتنا إحنا. فأجى العراق، لكن على ضوء السجن اللي سجن فيه وبعدين الهجرة والمشاكل، رغم أنه أموال كثيرة نقلها معه بالنتيجة، هو تاجر كلش عملاق، كان ملياردير. أجى العراق على ضوء هذا الضغط اللي تعرض إلى، أصيب بلوثة في عقله شوية، صار يعني نوع من السفح عنده أو نوع من الخبل المبسط. فتجلى خبله بهذه الطريقة، أنه كان هو يجي يصنع لنفسه الشاي، كان مولع بالشاي، يشرب الشاي، فكان يمسك الدنانير. الدنانير ذاك الوقت في العراق قبل 60 أو 70 سنة جدا كانت لها قيمة، يعني 10,000 دينار اللي الآن راح نقوله يمكن تعادل قوتها الشرائية 100,000 دولار بعملة اليوم. فكان يجيب قوري شاي، وبدل ما يشعل الحطب تحته حتى يعلقه، يجيب هاي الدنانير يشعلها تحته، فيحرق 10,000 دينار
حتى يشوي، حتى يهدر شاي واحد، ثم يشرب الشاي يقول الله هذا الشاي يسوى 10,000 دينار. إيش كيف أن هذا الشاي يسوى 10,000؟ متخبل يعني، له لوثة في عقله. هاي القصة واقعية. الوالد الله يرحمه ربما كان ينقل، يعني هو شايف الرجل مباشرة أو ينقل عن من رآه، يشرب شاي ويكيف أن قيمة هذا الشاي اللي دا أشربه، يعني هل قد عندي ثروة 10,000 دينار، 100,000 دولار، هذه أحرقها لوهم لا غير. هذا الإنسان من هو؟ هي قصة واقعية، هي قصتي أنا وقصة أشباهي. الله يقول أنا خلقتك حتى تعبدني، قيمتك هي هذه. قيمة الدينار أن تشتري به مزرعة فتخدم العباد والبلاد وتخدم أهلك، مو قيمة الدينار أن تحرقه وتشرب به الشاي. أنا الآن عمري شنو قاعد أحرقه أو لا في مجالس البطالين؟ يحرق أم لا يحرق؟ في النوم الكثير الله يقول هذا العمر، دقات قلبك أو أنفاس عمرك أثمان الجنان فلا تشري بها لهبا في الحشر يشتعل. هذا الإنسان الذي أصيب بلوثة في عقله هو أنا وأشباهي. ليش؟ لأنه أنا الله خلقني، واعلموا أنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة. فشي غالي يعني بالدينار اشتري شي غالي، مو تشتري بيه شاي وتشربه وتكيف. احنا نكيف، طلعنا إلى نزهة، شلون نزهة جميلة كانت، يعني أحرقت وقتي. مثل هذا يقول شلون الشاي لذيذ كان، أو أنه قعدنا في مجالس البطالين. أو حتى لو قضينا وقتنا في المهم، حتى لو الإنسان قضى وقته في المهم ليس في الأهم اللي هو غاية العبودية لله سبحانه وتعالى، هذا أيضا متلف وقته. بدل ما يشتري بالدينار ملابس يتدثر بها، مشتري حمض حلو قاعد يأكله في الشتاء. صحيح الحمض حلو هو نوع من الفائدة ويوجد نوع من الطاقة في البدن، لكن أنت كنت تحتاج إلى ملابس تتدثر بها.